متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، التي نبدأها بآخر صور الأقمار الاصطناعية التي تقريبا تشير إلى أن القطاع الشمالي الغربي والغربي من المملكة خالي من تواجد أي سحب وغيوم، في حين هناك انتشار لكميات من السحب والغيوم يتخللها بعض السحب والغيوم الركامية الرعدية، وذلك في الأجزاء الشمالية من الرياض وبعض المناطق الشرقية الساحلية، بالإضافة لأجزاء أخرى من المناطق الوسطى وبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية. يأتي ذلك نتيجة تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، يتوقع ازدياد تأثيراتها على المملكة بشكل مضطرد خلال الأيام القليلة القادمة. توقعات النمذجة الحاسوبية للهطولات المطرية في المملكة، نجد من خلال أن هناك ما زالت فرص قائمة هذه الليلة لبعض الزخات المحلية من الأمطار التي قد تكون مصحوبة بالرعد في الأجزاء المحيطة بالعاصمة الرياض بمشيئة الله تعالى. حتى مع ساعات صباح يوم غد الاثنين تبقى السحب تنتشر في هذه المناطق المشار إليها باللون الأزرق، مع فرص لأن تحظى ببعض الزخات المحلية من الأمطار التي قد تكون رعدية، وإن كانت رعدية تسبق بنشاط في سرعة الرياح، الأمر الذي يؤدي إلى تشكل الأتربة والموجات الغبارية بمشيئة الله تعالى. يوم الاثنين نهارا تتحسن فرص الأمطار بشكل ملحوظ في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، ولكن مع ساعات مساء يوم الاثنين بمشيئة الله تعالى يتوقع أن تتحسن فرص الأمطار من جديد في المناطق الشرقية. ليلة الاثنين على الثلاثاء يتوقع أن تتحسن فرص هطول الأمطار في المناطق الشرقية المملكة، ربما تطال الدمام والمناطق القريبة من شرقي العاصمة الرياض بمشيئة الله تعالى، وهذا الأمر يتوقع يعني أن يستمر معنا بمشيئة الله تعالى تباعا خلال هذه الفترة. كما تلاحظون أمطار ربما تكون رعدية في بعض الفترات، تمتد إلى المناطق الساحلية مع ساعات صباح يوم الثلاثاء، وتقترب من حفر الباطن وتسبق بنشاط في سرعة الرياح، تشتد خلال ساعات النهار بمشيئة الله تعالى. يوم الثلاثاء أيضا خلال ساعات النهار تشتد الأمطار مرة أخرى في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة. يعتبر الذي يعتقد أول أيام شهر رمضان المبارك هو يوم الثلاثاء يوما نشطا من حيث العواصف الرعدية، حيث تظهر كميات كبيرة من السحب الرعدية في مناطق وأجزاء عدة من المملكة، ربما تطال المناطق الشرقية العاصمة وجبال جنوب غرب المملكة بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى الأحوال الجوية المتوقعة بمشيئة الله تعالى، يعني هناك غبار خفيف متوقع هذه الليلة بسبب هذه الظروف الجوية التي تعيشها المملكة، حيث تكون درجة الحرارة الصغرى 22 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى في ساعات النهار. فيما إذا انتقلنا إلى طبعا ظروف تحري هلال شهر رمضان المبارك، فإن هذا اليوم حدث تحري ولم تثبت رؤية الهلال، وذلك بسبب وقوعه تحت الأفق وأنه يغيب قبل الشمس، في حين أن يوم غد الاثنين دعت أيضا المحكمة العليا السعودية لتحري هلال شهر رمضان الذي توقع أن يمكث أكثر من 23 دقيقة في بعض المناطق، وبالتالي رؤية الهلال ممكنة جدا في بعض مناصب أفطراء غدا في المملكة، حيث من المتوقع أن يعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان المبارك. وإذا أخذنا أيضا مثلا معظم الدول العربية تعيش نفس النسق من هذا الأمر، بمعنى آخر أن مناطق واسعة من المنطقة العربية يتوقع أن تشهد أيضا بمشيئة الله تعالى رؤية الهلال ممكنة بسبب غياب القمر أو الهلال بعد الشمس بمشيئة الله تعالى، ويمكث في بعض المناطق أكثر من 23 دقيقة في مثلا المناطق الوسطى، كما سنلاحظ مثلا في صنعاء يغيب القمر 46 دقيقة بينما الشمس تغيب 6.17 دقيقة، في بلاد الشام مثلا في القدس 7.5 يغيب الهلال بينما تغيب الشمس 7.6 دقائق، وبالتالي هناك متسع زمني كبير متوقع بمشيئة الله تعالى نتمكن من خلاله من رؤية ورصد هلال شهر رمضان، أعاد الله عليكم باليمن والبركات. توقعات الأحوال الجوية إذن خلال ثلاثة أيام القادمة، الثلاثاء 39 درجة مئوية في ساعات النهار الصغرى 27، يوم الثلاثاء 39 درجة مئوية في ساعات النهار مع فرص لأمطار رعدية كما ذكرنا في العاصمة الرياض، وكذلك أمر في ساعات الليل 26 درجة مئوية مع ازدياد فرص حدوث موجات غبارية. يوم الأربعاء تراجع في درجات حرارة 36 درجة مئوية مع بقاء فرص الأمطار الرعدية قائمة، حتى في ساعات الليل تتراجع درجة حرارة 22 درجة مئوية بمشيئة الله تعالى. درجات الحرارة العظمى المتوقعة يوم الاثنين والصغرى ليلة الاثنين على الثلاثاء، نبدأها من الشمال، تبوك 27-14، في سكاكا 26-16، في عرار 25-14 درجة مئوية. في
في المناطق الغربية في جدة 29 إلى 24، في مكة المكرمة 35 إلى 23، في الطائف 27 إلى 17، وفي المدينة المنورة من 35 إلى 20 درجة مئوية. في جنوب غرب المملكة في جازان 32 إلى 25، في أبها 25 إلى 15، وفي الباحة من 22 إلى 15 درجة مئوية. في الإحساء شرقا أجواء حارة 40 درجة مئوية في ساعات النهار، 23 درجة مئوية في ساعات الليل، 31 إلى 22 درجة مئوية في الدمام، و 32 إلى 22 درجة مئوية في حفر الباطن. المناطق الوسطى من المملكة تكون في العاصمة الرياض 39 كما ذكرنا، وصغرى 27 مع أجواء حارة، في بريدة في القصيم 31 إلى 22، وفي حائل من 29 درجة مئوية في ساعات النهار، بينما الصغرى ليلا 17 درجة مئوية. إذا هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية في المملكة. أتمنى لكم جميعا مساء سعيد أينما كنتم، دمتم دائما بخير ومحبة. إلى اللقاء.